ما هو التوحيد؟ أوي تورى هذا التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله، يعني لا يجعل معه شريك. توحيد كيجن داوتها الله سبحانه وتعالى تيموي كود كمين نانا دال ينعى بريب دوج نغ الله تعالى بان الله. يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. هاي الله تعالى تيموي نو كمين باي ببين. النوع الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ تيموي كي أوجموتا توحيد الربوبية. أوي تودا هذا توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا. يين بانتا يين بانتا توحيد الربوبية كي الله سبحانه وتعالى تيموي كود دايل بنكار يين أوتيها. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية كي توحيد دا يين بناوت إبادة تجمبو الله تعالى تيموي كود كي يين من كروب ريكو سمبه نانا كراو أمبي الله تعالى لاي. الثالث توحيد الأسماء والصفات. تيبي كي توحيد أسماء والصفات. بأن يفرد الله بأسماء وصفاته. أو ينتهى شموه ريكو صفات تنوه كي سمراب الله تعالى تيموي كود. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ننزه الله عن مماثلة الخلق. الله سبحانه وتعالى